أما الدرس التالي فيتحدث عن المحافظة على المال في الإسلام، وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية لمال المال من دور كبير في إعمار الأرض. وقد شرع الإسلام أحكاماً وتوجيهات عديدة لبيان طرق الكسب والإنفاق والتنمية والمحافظة على المال، وفطر الله تعالى الناس على حب المال والسعي للإكثار منه، ويسر لهم أسباب مشروعة لتحصيله، وذلك لما للمال من دور في عمارة الأرض ورفاه الإنسان. نتحدث في هذا الدرس عن مفهوم المال في الإسلام، ثم ننتقل إلى أهمية المال. فالمال كل شيء له قيمة بين الناس، وأباح الإسلام للإنسان الانتفاع به كالذهب والنقود والأرض والبيوت والسيارات. أما أهمية المال ثم الأحكام التي شرعها الإسلام للمحافظة على المال، بعد ذلك ننتقل معا للحث على تنمية المال واستثماره بالسبل المشروعة وإنفاقه في وجه الطاعة وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين. في نهاية الحصة سنقوم معا بحل أسئلة الدرس وننتهي منها. أما الدرس التالي فيتحدث عن المحافظة على المال في الإسلام، وهو من مقاصد الشريعة الإسلامية لمال المال من دور كبير في إعمار الأرض. وقد شرع الإسلام أحكاماً وتوجيهات عديدة لبيان طرق الكسب والإنفاق والتنمية والمحافظة على المال، وفطر الله تعالى الناس على حب المال والسعي للإكثار منه، ويسر لهم أسباب مشروعة لتحصيله، وذلك لمال المال من دور في عمارة الأرض ورفاه الإنسان. نتحدث في هذا الدرس عن مفهوم المال في الإسلام، ثم ننتقل إلى أهمية المال. فالمال كل شيء له قيمة بين الناس، وأباح الإسلام للإنسان الانتفاع به كالذهب والنقود والأرض والبيوت والسيارات. أما أهمية المال ثم الأحكام التي شرعها الإسلام للمحافظة على المال، بعد ذلك ننتقل معا للحث على تنمية المال واستثماره بالسبل المشروعة وإنفاقه في وجه الطاعة وتحريم الاعتداء على أموال الآخرين. في نهاية الحصة سنقوم معا بحل أسئلة الدرس وننتهي منها. في هذه الحصة عزيزي الطالب سوف نقوم بتطبيقات التلاوة والتجويد من سورة مريم في متابعة للآيات التي بدأنا بها، وسوف نقوم بإخبار الطلاب بأن هذه الحصة سوف تقوم على تطبيق أحكام التلاوة والتجويد، وقيام الطلاب بتقييم التلاوة الخاصة بهم ومدى التزامهم بالمدود الواردة في كل الحصص التي كانت تحوي تعليمات عن المد الحرفي واللازم.